إذا تعبت من إنك تقضي أوقات طويلة حتى تنشئ موقع إلكتروني لألك، أو صرفت مصاري حتى حدا يطور لك موقع من الصفر، تخيل إني اليوم رح أعرفك على طريقة مجانية وسهلة قادر تعمل موقعك الإلكتروني من دون ما يكون عندك أي خبرة. رح نكتشف اليوم كيف فينا نسخر قوة موقع كانفا يلي يعتبر السلاح السري لأغلب المصممين بالعالم لبناء موقع إلكتروني بكل سهولة. فترقبوا فيديو قوي بيكشف فن تصميم المواقع بشكل مبسط ما له مثيل. خلينا دغري نبلش بالشرح العملي ونشوف التفاصيل سوا. وبدي رحب بكل حدا عم يحضرنا أول مرة، أدعيكم لتشتركوا بالقناة إذا مهتمين بمواضيع الربح من الإنترنت. ما بعتقد في شخص بعد ما عنده حساب على موقع كانفا الشهير، ولهيك رح أمرق على عملية التسجيل بشكل سريع. أسليكم تتسجلوا إما ببريدكم الخاص أو ببريد الجوجل، وبعد التفعيل التسجيل من خلال رسالة بتوصلكم على البريد رح توصلوا على هيدي الشاشة يلي شايفينها قدامنا. يتميز موقع كانفا بسهولة استخدامه والتصميم، بالإضافة لوجود عدد كتير كبير من التصاميم الجاهزة يلي قادرة تخلي أي شخص شو ما كانت خبرته بالتصميم إنه يعدل على القوالب ويستعملها حسب طلبه. من خلال خانة البحث بأعلى الشاشة منكتب ويب سايت ومنشوف إنه رح يظهرنا عدد كتير كبير من التصاميم المواقع الجاهزة، منها مجانية ومنها لا. إذا بدكم تصميم بمجال معين، بدل الويب سايت بخانة البحث تكتبوا وصف أداء مثلا website for small business، وهيك بيطلع لكم قوالب بتعبر أكتر عن المجال يلي أنتوا عم تبحثوا عنه. تختاروا القالب يلي عجبكم ومن بعدها بتضغطوا على customized template حتى يظهر بهيدا الشكل، وهون فيكن تعدلوا شو ما بدكم بالتصميم. أول شغلة بدنا نعملها هي إنه نغير اسم الموقع حسب ما نحن مختارين الاسم. مثلا أنا راح أختار Future AI وغير له اللوجو. كنت شرحت بفيديو سابق كيف فينا نعمل لوجو بالذكاء الاصطناعي بالاعتماد على موقع أديوغرام. راح أترك لكم رابط الفيديو بأعلى الشاشة وبوصف الفيديو لكل حدا مهتم يرجع يحضره. وبعد ما أحصل على لوجو بحمله بموقع كانفا من خلال الضغط على يسار الشاشة على أبلود، وبرفع التصميم وبسحبه حتى أضيفه على التصميم للويب سايت. هلأ بدنا نغير الكتيبة على كل فقرة حتى تتلائم مع المجال يلي عم نصمم له الموقع، وهون فينا نستعين بتشات جي بي تي حتى نحصل على جمل جاهزة. بتوجه لموقع تشات جي بي تي وبطلب منه مثلا يكتب لي جملة للصورة الرئيسية لموقع إلكتروني بيتحدث عن أدوات الذكاء الاصطناعي، وهيك بكون حصلت على جملة بنسخها وبضيفها بالصورة الرئيسية، وبكرر نفس العملية على باقي الفقرات. شغلة إضافية فينا نعملها من خلال موقع كانفا وهي الأنيميشن لكل فقرة، لهيك بضغط على أول فقرة يلي فيها الصورة الرئيسية ومن بعدها بضغط على أنيميت. وهلأ ببلش جرب كل وحدة منهم، وأنا وعم جربهم دغري بتظهر قدامي كيف عم تتحرك، وهيك على هيدا الأساس بنقي الأنيميشن يلي بتعجبني. أنا عم نفذ كل الخاصيات على الصور الرئيسية، بس أنتو كمان فيكن تطبقون على كامل التصاميم مثل ما أنتو بدكن، بس ما بدنا نعملهم كلهم حتى ما يطول الفيديو. هلأ إذا بدي غير خلفية التصميم وبدي غير الصورة بأي فقرة، كل يلي علي أعمله أنه أحذف الصورة الموجودة وضيف أي صورة أنا بدي إياها. وبالنسبة للألوان بالخلفية فينا نتحكم فيهم من خلال الضغط على اللون يلي بدنا نغيره، نضغط بأعلى الشاشة على الألوان حتى تفتح لنا قائمة بكل الألوان ونحن بنختار يلي بدنا إياها منه. وكل ما بدنا نشوف التغييرات عن الموقع فينا نضغط بأعلى الشاشة على بريفيو، وهيك منكون عم نشوف الصيغة النهائية للموقع وكيف أي شخص بده يدخل رح يشوفها. إذا ملاحظين بأسفل الشاشة موجود خانة اسمها Include Main Navigation، هيدي لما نشيكها منشوف القائمة الرئيسية للموقع مثل Home وAbout وغيره. كمان فينا نشوف الموقع كيف رح يبين على الموبايل من خلال ضغط بأعلى الشاشة على علامة الموبايل، وهيك منتأكد انه كل شغلنا صح. لما تخلصوا كل التغييرات على التصميم بتصيروا جاهزين انه تنشروا موقعكم الالكتروني من خلال ضغط على Publish Website. هون في عندكم خيار اذا بدكم تخلوا القائمة الرئيسية او لا. اكيد انا برأيي انها تبقى لانها كتير مهمة وبنفس الوقت عطي احترافية للموقع. وفي خيار تاني كمان هو انه تستعملوا دومين مجاني من موقع كانفا او تربطوا التصميم على دومين انتو عندكم اياه، هيدا الشيء بيرجع لكم. انا رح سميه مثلا Future AI واضغط على Publish Website، وهيك صار عندي موقع الكتروني خاص فيي بوقت كتير قليل ولو ما عندي اي خبرة بهيدا المجال. خلينا نشوف الموقع الالكتروني سوا. يعني ما بعتقد في اجمل من هيك تصميم قدرنا عملناه بشكل مجاني تماما وقادرين نستفيد منه حتى نروج للبزنس تبعنا.
بدي شير لنقطة كتير مهمة، إنه هيدي الأنواع من المواقع هي فقط إذا بدكم من النوع الانفورميشنال، يعني ما فيها تفاعل مباشر مع المستخدمين، ما فيكم تضيفوا عليها ساين أب أو تعملوا متجر إلكتروني. هيداك النوع من المواقع بيتطلب إنه يكون عندكم ووردبريس مع باك إند، وأنا كنت شرحت بفيديو سابق كيف فيكم تعملوا موقع ووردبريس كامل مع استفادة بشكل مجاني كمان، فيكن تشوفوه بأعلى الشاشة أو بوصف الفيديو. هيك أنا بكون خلصت الفيديو اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الشرح. بدي أتمنى التوفيق للجميع، وبالختام بدي أذكركم بالاشتراك بالقناة إذا كنتوا بعد ما اشتركتوا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي.